اهلا وسهلا بكم اصدقائي صديقاتي، وياكم ايهاب من قناه ايهاب فتنس، القناه العربيه للرشاقه والرياضه وبناء الجسم السليم. ارحب بكم واحد واحد وحده وحده. اليوم حلقه جديده هي اسئله واجوبه. رجعنا لهاي الفقره اللي احنا كنا متوقفين عنها الفتره، حجاوب اسئلتكم اللي كتبتوها لي بمنتدى القناه. الاسئله متنوعه، قسم منها عن خساره الوزن، الرياضه، الصحه، وايضا بعض الاسئله الشخصيه. نشوف اول سؤال ويانا من سجا من العراق. تقول أنا عندي سؤال كلش مهم، كلش 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 مهم، إنه شلون ترجع للأكل الطبيعي بعد الرجيم القاسي اللي سويته. أهم شيء سجا، طبعا أرحب بيك وشكرا للسؤال، أهم شيء إنه ما تسوين رجيم قاسي. يعني كل شخص يشاهدنا يقرر يخسر وزن، موضوع الرجيم القاسي يشيله من باله. والرجيم القاسي طبعا احنا مو يعني قصدنا الالتزام مثل ما انا سويت ذيك الفتره، لا، القاسي حرمان قوي، سعرات قليله جدا، نتائج سريعه، هذا غلط. ترجعين للاكل الطبيعي، انه شنو الاشياء اللي كنت حارمه نفسك منها اللي هي صحيه، مثلا النشويات، مثلا الرز، بعض الناس المعكرونية الكامله اللي مع النخاله. على الاكثر الناس تشيل النشويات والدهون من يسوون رجيم قاسي. اول شيء تبدين ترجعين دهون صحيه شويه شويه بالدايت الطبيعي مالتك، تضيفين زيت الزيتون هنا، تاكلين زبده فول زوداني. اذا كانت الدهون اصلا موجوده بالدايت مالتك، ابدي رجعي النشويات يومين بالاسبوع، مثلا خميس واحد، سوي هذا الشيء اسبوعين، الاسبوع الثالث ضيفي يوم ثالث بين نشويات، واخر وجبه باليوم لا تضيفين نشويات، وراقبي الكارديو مالتك والتمارين، وشوفي كل اسبوعين قيسي وزنك، شوفي اذا زدتي وزن او لا. موفق عيني سجا. السؤال عندنا اسم المستخدم تمنيت الاحبهم ما يبعدون، ويلي ذكرت رياض احمد. بحشاش اللي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضا، اللي حظى بوصلك حظى والما حظى لا والحظ. يقول كابتن ممكن نعرف وزنك ايش قد حاليا وشنو وزن اللي تريد توصله؟ وزني حاليا 94.5 او 8، يعني وصلت ال 94 يا فاصلة 8 او 5. قست قبل اسبوع باكر حقيس واشوف وزني ايش قد صاير، بس يعني اما 94.5 او 94.8. تحدي الشهر اللي سويته من بديت كانت 101.8، فيعني نازل وزن كبير حقيقة. أريد أوصل 85 وأحافظ على العضل اللي عندي، وأبدي أصعد وزن أصير 92-90، نسبة عضل عالية ودهون قليلة، بهالشي يكون فلة وعسل. ويانا سؤال من أوراق الخريف. تقول كابتن أنا وزني 70، صار لي شهرين أتمرن حديد، والحد الآن مشي في التقاسيم عضلية بجسمي، شنو السبب؟ هل أحتاج نسبة بروتين أكثر؟ طبعا بالمناسبة شهرين تعتبر أحماء بالحياة الصحية، فيعني شهرين مو بالضرورة حتشوفين نتائج كبيرة. حسب انتي تقولين وزنك 70، يعني هل هذا الوزن مناسب لطولك جسمك لكل شيء، أو ربما عندك زيادة بالدهون، ما أعرف. بروز العضلات تطلب شغلتين، نسبة قليلة من الدهون، هي نسبة الدهون قلب الجسم، وكتلة عضلية تكونين بانيتها. إذا احتاجيتي تبنين كتلة عضلية، على الأكثر تحتاجين تزيدين نسبة البروتين. ولكن هل نسبة، إذا نسبة الدهون عالية عندك، ظلي مستمرة وحتشوفين نتائج. أنا أعتقد ربما الدهون ما زالت عالية عندك، فلهذا ما تشوفيها، بس أحسنتي إذا تتمرنين وكيب تاب. ويانا تعليق من متابعة تقول أحب قناتك كلش كلش، أتمنى يطلع تعليقي. شنو اسمك؟ شقد عمرك؟ ومن وين انت ومتزوج لولا؟ استمر متابعتك من العراق. يابا شكرا للمتابعة، بس اسمي يعني هي ايهاب فتنس، فأنتي بعد رهوميها من هو ايهاب؟ شقد عمري؟ انا يعني مواليد 83، ذاكرها. من وين انت؟ انا عراقي، عايش ببغداد، كنت لحد الاعدادية، قامتي الان في بريطانيا، في لندن صار لي تقريبا 20 سنة. ومتزوج او لا؟ لا، لست متزوجا. عندنا السؤال هو صحي اكثر من ما هو له علاقة بالدايت، بس هذا انا حسوي عليه حلقة، هو عن تكيس المبايض. تسألني تقول هل تكيس المبايض يسبب كرش، وانه لازم نتبع نظام معين؟
اللي يعانون هاي المشكلة. صحيح فعلا تكيس المبايض هي مشكلة، البيكوس العدد كبير من الناس، وأنا كنت أدرب متدربة عندي بالسعودية عندها هاي المشكلة. حسوي حلقة كاملة وكتبوا لي بالتعليقات إذا تردون أسوي هاي الحلقة، وأعتقد حشارك وياكم الطريقة اللي أنطيها للمتدربين، يعني حطيكم طريقتي ببلاش مجانا، لأن أعتقد هذا الشيء فعلا يعني حساس. المشكلة شنو بتكيس المبايض؟ إنه حساسية الإنسولين بيها إشكال، فعملية حرق الدهون تصير صعبة، وعملية يعني وزيادة الوزن وخزن الدهون إذا الدايت غلط تصير بسهولة، يعني وضعك السمن أسهل وحرق الدهون أصعب. لكن هل التغلب عليه مستحيل؟ لا على الأطلاق، بس لازم نعرف شو نسوي بالدايت والمكملات. فأنا حسوي هاي الحلقة، أنت اللي تسوي انتبهي للكربوهيدرات البسيطة اللي تصعد الإنسولين بسرعة، وزيدي الألياف اللي عندك بالبرنامج الغذائي، هذا اللي أقدر أقول لك عليه. أوكي، عندنا هسه عندنا سؤال من صديقنا نايف من سوريا، عمره 15 سنة، يقول أقدر أحسب احتياجي من السعرات ولا أكل أكل صحي فقط قبل أخسر وزن؟ صديقي نايف، أنت ما زلت في طور النمو، خاصة موضوع الطول. ما أريدك تقطع أي مادة غذائية، أقطع فقط الأشياء المصنعة، يعني المشاريب اللي بيها سكر عالي، النساتل، البساكت، الشيبسات، هذه الأمور مو تقطعها 100%، يعني سوي مرة بالأسبوع أكل منها، أكل أكل صحي بصورة عامة، وابدي تمرن من هسة، نظم الكارديو مالتك وسوي تمارين مقاومة بأوزان خفيفة، أو استعمال وزن جسمك اللي هو أفضل بالنسبة لعمرك، وانتبه للإصابات. لا تحاول تسوي أشياء مجنونة مثل اللي شوفها بالإنستغرام، على كيفك شوية شوية، بس انت هسه بمرحلة النمو، والشباب والمراهقين بهاي المرحلة النمو اهم من خسارة الوزن، يعني هاي اولويتكم. واني وعدتكم حنزل حلقة ربما الاسبوع الجاي او بعده برنامج متكامل خسارة الوزن للمراهقين، لان انا مقصر بحقكم واعرف عندي متابعين من عمر 10 سنين فما فوق. اتمنى استفاديتوا من هاي الحلقة، اذا عدتكم فكرة او سؤال ما جاوبته بهذه الحلقة اكتبوا لي بالتعليقات، وأنا حقرأ التعليقات كلها وتواصل وياكم. أحبكم كلكم ويومكم عسل.